هذا اليوم سوف يغرس في ذاكرتي وذاكرتكم وذاكرة السادة الحضور، لأنه يوم مميز، ألا هو حفل تنصيب أول اتحاد طلاب لكلية التمريض بجامعة دمياط للعام الجامعي 2019-2020. يكفيني ويكفيكم فخرا حضور هذا الحدث الكبير، لا بل يكفيني ويكفيكم فخرا المشاركة في تكوين هذا الحدث والمشاركة في تكوين هذا الاتحاد. ونتمنى من الله تعالى أن نكون عند ثقتكم، وأن نكون خير ممثل عنكم، وأن نقوم بعملنا على أفضل صورة، حيث قال تعالى: وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حيث يعمل اتحاد الطلاب بكامل قوته وعزيمته من أجل خدمة جميع طلاب الكلية، وفي ذلك انطلاقا من أن اتحاد الطلاب هو صوت الطالب، كما أنه عمل ومسؤولية وواجب على ذي المنصب أن يؤدي رسالته. فمرحبا فمرحبا وأهلا بمن جاء إلينا، العز تجلى والنور حل علينا.